السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والمغفرة لكل شهداء وأجل الشفاء لكل جرحى. نتمنى من الله ربنا في كل أسير وكل مفقود يرجع إلى أهله سالما. اللهم احفظ السودان والسودانيين وأنصر قواتنا الشعب المصلى. أبشر يا أخوانا بشرات قربت. جينا لكم بفيديو جديد مع راكس بسيوني كلب جد جميل وسخن في نفس الوقت. أركن نحضر الفيديو أول حتى بعدك نجي نعقب معكم. ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تدعمنا بالاشتراك في القناة. أنا حديك موضوع بعد ما أديك الوضع الميداني، حديك موضوع الناس احتمال مرة على مرور الكرام. أنا ذاته كان في الأول مرة علي ما تكلمت فيه، لكن في ناس يدون واصلة في مناطق بعيدة أدوني معلومات أكيدة، حاجات يعني أكيد، ما حاجات أكيد. لما نقول لك أكيد أكيد، موضوع مهم جدا جدا، مفروض الموضوع ده يصل القيادة حقتنا. لو ما واصلة، ولو واصلة ونائمة يبقى على الدنيا السلام. الوضع في الميدان كويس، لكن بنعيب على الاستخبارات حقتنا وعلى الجيش حقنا وبأجهزته وطياراته بطيران المسير الجديد وبكل حاجة، ما قادر يوقف الغزف بتاع الجنجويد. الجنجويد ده جيش بيغزف يعني ما مناطق بعيدة، قريبة. لو كلفت نفسك شغلت طيران مسير 24 ساعة، بتعرف المدافع دي وين، بتعرف الشغل ده حتى ما محتاج تعب، ما محتاج تعب ومعاناة. المواطن بيتعب الليل في المهندسين، ماتوا ناس في تحاب، ماتوا ناس ليه في غزف عشوائي، في غصف عشوائي. مقصود هاي جنجويد قاصدين، لانه ما بيقدروا على الجيش. ما بيقدروا على الجيش، ما بيقدروا. هذاك مغرة الجيش قدامه ما يمشوا، ما بيقدروا. بيطقوا المواطن ليه؟ لانه ما عندهم. هو المواطن الجنجويد الجيش بيركبوا بيدقوا بيعمل له قلاشه وبيعمل له كل حاجه، حرام وحلال. بيجي ينتقم في المواطن ليه؟ لانه ما راجل. لكن ياسر العطا، الناس اللي بتتقطع دي والناس اللي بتتضرب واللي بتموت دي في رقبتك، بيزالوك انت يوم القيامه، بيجي يشيلوا حقهم منك انت. بنقول لك الحقيقه، ما بتجي تقول لي بعدين والله قالوا لي وما في، هنا دي ما في تعليمات، ده هنا في ضمير. انت شايف بعينك لو الحاجه دي لقيتها انه فيها طوال يقدم استغاثه. بنقول لك موقف انساني وموقف اخلاقي وموقف بتاع راجل، لكن تكون قاعد عايش في الظل، والله العظيم هنا بتنزل من قيمتك. الشعب السوداني اللي خدت لك المكان العظيم اللي كان خدتها لك ولا كان بيحلف بحياتك بتنزل من قيمتك. انا بديك الخلاصه، يا اما يكون عندك دور فعال زي ما كنت في اول المعركه وكان الناس بتحلف بيك والناس بتتنادى بيك والجروبات والصفحات وكل زول بتقول يا سر العطر. كونك تختار انك تكون شعب السوداني بيقول لك ده ما موقف بيشبهك ولا موقف بيليق بيك، افضل منه تطلع لشعب السودان تقدم وتقدم استغلتك على الهواء وتتنحى على الهواء. ما عيب ولا حرام ولا بيحصل حاجه، بالعكس بالعكس، دي الحقيقة. لأنه أنت قدامك على بعد 50 متر بيموتوا ناس مقطعين، ناس مقطعين بغناصين بكاتيوشا بدانات منو اللي عنده منظومة سوداني، منو اللي عنده منظومة بتاعت، ما عندنا احنا منظومة تشويش. احنا ما لاقين نعمل الحلة بتاعت السخينة، احنا ما عندنا البناء اكله عشان نعمل لنا ندافع عن نفسنا بشنو. الناس ديل ما بجونا راجل لراجل، الناس ديل بس بضرب في الهواء. انتوا عندكم المسير وعندكم المحمر وعندكم المتمر وعندكم الجديد وعندكم القديم وعندكم الابابيل وعندكم اي حاجه. الناس ديل ما كلفوا نفسكم بس دافعوا عن المواطن ده حاجه بسيطه كده، اجتهدوا، قدموا المشيئه، اتوكلوا على الله واجتهدوا، وبعدين دي محسوبه لكم. لكن ما تتواكلوا. الواحد لو ما لقى الجيش الايامات دي لقاه القبتين تاني، انت حتنتصر لكن حيموتوا ناس، حيموتوا ناس زعلانين. الناس دي حتراضيهم كيف؟
هتمش تفتح المغابر تقولون احنا انتصرنا تعالوا ارجعوا لاهلكم، ما بيرجعوا. الناس دي هيموتوا غضبانين. الناس دي كانوا بيتمنوا يحضروا الانتصار معاك، يتمنى انه جيشك يصلون في الباب يحميهم، يتمنى انه يكون حاميهم. يموت العسكري قبل المواطن، ده الصح. العسكري يموت قبل المواطن، ده الحقيقه. اللي هو احمد الجبنه وكذب والجنجويد لافين في الجزيره من غريه لغريه ومن ترعه لترعه، ومن ينهبوا ويسرقوا ويشيلوا في العربات ويشردوا في المواطنين، والمواطن ما عنده الا رب الخلق ويحمي. ويجيك يقول لك احنا سودانيين، انا داير اعرف يجيب لك السوداني ده شنو هو؟ السوداني ده عبارة عن كوم بتاع لحم غزير ولا شنو؟ يزعلوا منو؟ هل بيزعلوا منو هسه الان؟ نمشي نزعل منو؟ من القويس دي؟ القويس دي ما جوا جنجويد الليلة دخلوا ليها، وقفوا الناس جلدوهم بسطان العنج، شالوا منهم حاجاتهم تلفوناتهم، كسروا بغالاتهم، شالوا عرباتهم. وين والي الجزيرة؟ والي الجزيرة شغال تاجر، دار يستثمر، دار يستثمر في الأزمة، يلحق الناس الأجر، ودار يلقى له مليارات، يمشي يشيل، يمشي يشتري له شقة في مصر، يمشي يسكر هناك بقية عمره. دي الحقيقة. دار ينتهز الفرصة. أحمد الطيب وين؟ ولا حياة لمن تنالي. يفك له بعد ما كيكة يمرق من العيدك، يفك له بتاعين ثلاثة بتاع شلات، يمشي يصوروا ثاني يوم، يجي يقول لك وينو كيكة؟ يعني كيكة قاعد حارسكم لما ثاني يوم، ما نفس اليوم، ثاني يوم تدوروا وتخسروا بنزين وتقطعوا ودراوة وتجي عشان تتصوروا في نفس المحل. يعني كيك قاعد في اللافتة بس بالمنطق، كيك الحارس كون ليه ثاني يوم في اللافتة؟ كيك قاعد بس حارس كون لما انتوا تصحوا من النوم ولا من السكرة اللي كنتوا جواها عشان كيك تجي تقابلوا كيك؟ انتوا قاعدين الشعب السوداني ده بليد؟ انتوا قاعدين الشعب السوداني ده غبي؟ دي ما عندها اي قيمة. دي بالعكس، يا ريت لو ما كنتوا جيتوا صورتوا كده، معناته انتوا اساسا كنتوا موجودين، ولما الناس دي جو صوروا معناته انتوا موجودين وما جيتوهم. ليه ما جيتوهم؟ ما يكون كنتوا محننين؟ كنتوا في وين كنتوا؟ مالكم ما جيتوا؟ ما ده شغلكم، شايفين الزول ده هناك في المنطقة وزاعوا لكم، والناس نشرت المناشير، الزول ده طالع من كده ومرة بكده ومرة بكده، والدنيا كلها عارفة، ومشهد عالج في جهة المحس والمتمة. وين انتوا؟ عارفين ليه ولا بتتحركوا؟ ما في زول بيدافع ليك، والله ما في زول يدافع ليك. مدن كثيرة شمال الجزيرة المشى دافع لهم منه، دخلوا جليد الثورة، دخلوا المسعودية، دخلوا النوبة، دخلوا المسيب، منو المشى دافع؟ منو من المشى؟ العلفون منو المشى؟ منو المشى؟ الليلة في قويز منو الدافع؟ منو؟ ما في زول بيجي. اسمع الكلام، انت بيدك الان تحمي بلدك قبل ما يجوك يخشوا، قبل ما تبقى امر واقع، وقبل ما تتشرد. مدن دي صغيره، ولو فيها عماله وخلايا نايمه والله ربع ساعه ما تاخذها، والله ربع ساعه بيتك تفقده، والله المدارس تطلع منها جنجويد، بتاعنا البغالات تطلعوا جنجويد، بتاعنا السوق يطلعوا جنجويد، بتاعنا الخدار يطلعوا جنجويد، بتاعنا الدرداقات يطلعوا جنجويد، بتاعنا العربات، والله تندم. الكلام اللي بنقول لك فيه ده خدته في راسك، زي الخرطوم بتاع الخرطوم، هم ما طلع جنجويد، بتاع الرصيد جنجويد، برد 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 جنجويد، بتاع الكارو جنجويد، بتاع التوك توك جنجويد، اغلب الركشات جنجويد، بتاع العطور جنجويد، قدر ظروفك جنجويد، منو ما جنجويد؟ الناس زي عندهم خلايا نايمه في كل المدن، في كل المدن، الناس تبقى 10 قبل فوات الاوان. عندكم يوم الجمعه كل مدن على بكره ابيها، مدن على بكرة أبيها، الوالي برا ما يطلع، شفتوا تمشوا أمانة الحكومة بهناك كلكم على بكرة أبيها، الوالي برا يعني تحفظوا بيوتكم وتحفظوا أعراضكم وتحفظوا شرفكم. أدو إحنا بلغناكم وعملنا اللي علينا، وبعدين ما تندموا. يا جماعة قبل أيام شفنا مناظر في ليبيا، المناظر كانت كالآتي، كانت اللي هو طلعت هنا قال لك الحكومة الليبية شغاله تقبض فيه اللي هم الجايين من المرتزقه غربي افريقيا وكده، الناس فرحت قالت لك شوف دير عجازون. والله العظيم احنا ما قلت لك احنا شعوب شويه بنفهم الحاجه بمداخره. انت عارف نفس اللي حصل في تشاد، نفس الشيء الايام اللي فاتت الناس مبسوطه، شوف دقون كيف في تشاد، دقون شنو؟ والله شوف دارين خطوم بين امرين واقع، يا يموتوا يا يجوك في السودان. اسمع الكلام كويس،
ده المشروع، ده المشروع بتاع الدويله، انه الناس اللي هناك دي كلهم نبوا يتجندوا، رفضوا يتجندوا، حاولوا يجندون يجيبوا لك رفضوا عديل، قاموا عملوا لهم شنو؟ استخدموا قدامهم القوه، طردوهم، يا تطلعوا من البلد يا تمشوا السودان يا تموتوا. اقسم بالله العظيم دي الحقيقه، كان في ليبيا وكان في التشاد. التجنيد بالرجاله، الشايف ده تجنيد، قبضوهم وخدتوهم في السجون بيجوك في السودان. قبضوهم وخدتوهم في والله جايينك في السودان، ده مشروع، ده شغل ممنهج، ترتيبات كده. انه الناس ديل يتلموا كلهم بالرجاله بالصوت بالسلاح يدقوا يتلموا يا يموتوا يا يجوا السودان. الكلام ده حقيقه. الكلام ده حقيقه. الناس ديل لموا ناس كميه كبيره في السجون في ليبيا في تشاد. لموهم بكميات كبيره وكلهم جايبين لك ابشرك السودان. كلهم ابشرك جايبين لك السودان. يعني انت المنظر اللي بتشوفه ولمسه فرحان، شوف الليله دقون كيف في تشاد، ما بدقوا فيهم عشان زعلانين منهم، ما بدقوا فيهم عشان ما دايرين انهم ديل مجرمين، لا لا، لانه الناس ديل رفضوا، ما هم شايفين بعينهم وشافوا الموت الحاصل شنو، رفضوا يجوا السودان. فتحوا لهم التجنيد، اغروهم بالقروش، اغروهم بالدراهم، رفضوا. دفعوا لهم ابو، قالوا ما بنمشي. ما عندهم خيار الا واحد، يجيبون بالرجاله كيف؟ يشنوا عليهم حرب. يشنوا عليهم حرب، يضايقون في عيشتهم، يضايقون في اكلهم في شرابهم. وده اللي حصل. ده اللي حصل، يعني يبقى خيارهم يا اما يموتوا ولا يخشوا السجن، يا اما يجوا السودان. ويدون قروش. أنا بقول لك دي الحقيقة عشان ما تقول لي والله التشادي ده، التشادي ده أخبث من الله، الله خلقه. التشادي ده من يوم مشى وطق هناك في الإمارات وقبض المليار ونص، ثاني عمى وطرش. الناس ديل الآن بيجندوا فيهم بالرجالة. يعني أنت قايل ناس بتاع الجيش التشادي جاك داك جاك ساي، والله جاي عارفينه. أنت جاتك تشاد كلها بتقاتل هنا، ناس جو جو وناس ما جو جو وناس كل التشاد جاتك هنا. ناس حريكه دي نكتوا من وين؟ جابوا لك صالحوهم تشادين، صالحوا معهم وجابوا لك. هو منو ما غاب في تشاد ما جاء؟ منو ما غاب في النيجر ما جاء؟ منو ما غاب في ليبيا؟ منو ما في ليبيا ما جاء؟ ليبيين جو، يمن جو، موريتانيين جو، منو ما جندوا لك؟ اي زول قبضوه في ليبيا جابوا لك هنا. الزول ده امشي يا جماعه كلموه، لانه والله العظيم لو متنا سببنا البرهان ده. في دول بيعرفوا البرهان ده شخصيا، امشوا كلموه قول له والله انت شليت ثلاث ارباع الشعب السوداني، جبت لهم المصران الاعور، جبت للشعب الضغط، جبت للشعب السكري، جبت للشعب خلاص لجنته، الشعب تنتهي الحرب بهنا، يشيلوا الشعب يرقدوه في المقابر بهنا. والله العظيم يا برهان. الناس دي ما بتفهم ليكم معلش والطيبه. الناس دي اللي عندهم الطيبه هبل. عندهم الطيبه زول ضعيف، الطيب عندهم ضعيف. انا بديك الخلاصه والزيت، بديك الخلاصه والزيت. المشروع ما كبير. الناس زي الان بينظفوا، بيطلع بينظفوا في بلدهم من الجنجويد، ليه؟ بيجيبوه لك هنا السودان، هم بيرتاحوا، بيضربوا عصفورين بحجر واحد، بيستلموا قروش من الامارات وبنظفوا البلد حقتهم، بيستلموا قروش من الامارات وبنظفوا البلد حقتهم. في المقابل انه يلموا الجنجويد ديل، كان بالرجاله كان بالقوه يسفرون السودان. وده الحاجه اللي بتحصل الان. يعني القاعده الحربيه اللي فتحها الشيطان ما فتحها حبا في الوسخ ده، لا، ولا حبا في اللاجئين ولا حبا في المصابين السودانيين، لا، فتحها عشان تكون عباره عن تشوين، قاعده بتاع التشوين للجنجويد من جميعه، من اسلحه، امدادات اسلحه، امدادات بشريه، امدادات لوجستيه، امدادات اتصال، مراقبه، كل حاجه. لك التحيه يا بسين، والله كلام جميل جدا يا اخواننا، بالذات في موضوع ولايه الجزيره. الجنجويد الان خاتين هدفهم اول هو ولايه الجزيره، فناس دي خططهم انه يمشي يحاصروا ولايه الجزيره في قرى جنب ولايه الجزيره، يستولوا انه حتى في النهايه يجي هاجموا مدني في وقت واحد، لانه انهم خلايا نايمه في مدن، انهم استخبارات، ناس عندهم استخبارات قويه جدا، ممكن زول تتوقع من اي قبيله يا اخوان. ناس بقت قبائل كثيرين جدا انه بقى مع الرسيل لجنجويد ديل، وابناء منطقه كمان، ما تقول كله قبائل جنجويد ديل. جنجويد الان بقت منتشرين في كل الولايات، عندهم استخبارات، وفي كل نازل بقروش فقط طبعا، نازل بس بقول كثير جدا عشان الناس بقى شغالين مع الرسيل.
فناس تستنفر اخونا الاستفاء شغال كويس، لكن ناس تحاول تأمن غرائي اخونا هوي، ما تخلوا زول غريب يخش الناس القريب معاكم زاد راقبه. اما موضوع الجنجبيد اللي بيجي برا بخش من غرب افريقيا بيجي السودان، الكلام ده اخونا دي من ضمن الخطط، كان قبل كده اتكلمنا انه خطط امارات ما بعد استلام حميدتي للحكم كان، ودي الخطه اللي هسه ماشي، دي خطه اللي ماشيه حميدتي كان قاعد كان ما يدري الخطه دي ماشيه، من ضمن انه الناس يهجروا من كل دول غرب افريقيا دي هيجوا السودان. الجو طبعا جو ده لكل مواطن، لكن الان بحاول الثاني انه اعمل لهم شكل استنفار كده، والناس كلهم رفضوا، وزي ما سمعت انه عمل لهم كلام البديل هو قوموا حرب، وناس اليمن اللي هجرهم كمية كبيرة جدا جو خشوا في دارفور بغادي، لانه تشاد اليمن دق الجنجويد قبل الجنجويد دق اجي مرة الطيران ومشى هجرهم كلهم وجوا السودان، وما يجي السودان عشان يجوا يخشوا الجيش، لا بيجوا السودان كناس انسانيين انه جايين من حرب بلد فيه حرب، زي ما اسس ناس نزلوا من السودان فاتوا دول الجوار ديل بيجوا يخشوا كده، ودي منظمات ممكن بس مالهم بخشوا يقولوا ده حالة إنسانية لازم تقبلوا كلام زي ده، فحدودنا فاتحة وأنا هنا قاعدين نحاول دول قاعدين نحارب دول كثيرة جدا، فدي واضح الشعب المصلى شغل صعب عليه جدا، إلا شعب السودان كله يشيل سلاح ويتحد ويقيف مع قوات الشعب المصلى عشان ينتهي هذا التمرد، ده مؤامرة دولية يا أخوانا، ما قاعدين نغطوا جيش ساقط، وجنجوي الدين نهايتهم كله قال في السودان، وكلام ده خطة دي ماشية.